صباح الخير. اليوم باش نخدموا في العجل الصغار اللي سميوهم زيد اغليت. العجل الصغار هذوما مهمين برشا في الترينمون تاعنا، دونك اليوم اخترت الاغليت نمرو 9. المره اللي فاتت شفنا لي نومبر امبير موجودين، هوروزمون جيبوا باله جديده اليوم في الصغار، دونك عندنا الاغليت نمرو 9. نخدموا الاكزامبل نتاع الماكينه هذه. الماكينه هذه باش تخدم منها شويه صدر. الشيز لونغ هذيا اللي ما عنديش ساقين مهمه برشا في الترينمون تاعنا، دونك تابعوني في السيونس نتاع الكواشين هذيا. دونك بيسكو قلت لكم الماكينه هذيا تخدم شويه ظهر، لازمكم تحطوا الاغليت في البلاصه اللي مونسيوني في الماكينه. كنت تسالوا علاش اسمها اغليت العجله الصغيره هذيك، عندي دو ايبوتيز. ليبوتيز الاولى اسمها نشوف اسم اغليت جاي من كلمه اغليت، يعني معناها ولات غاليه. كي تجيو تقارنوا الاغليت اللي هي العجله الصغيره بالعجله الكبيره، باش تلاحظوا اللي العجله الصغيره فيها بختي نتاع بلاستيك، والعجله الكبيره اغلبيتها كلها حديد. دونك كي تجيب تقارن كيلو حديد وكيلو بلاستيك، اكيد باش يكون عندهم نفس الميزان، اما في الكونتيتي البلاستيك لازمو اكثر كونتيتي من الحديد باش يوصل يجيب كيلو. دوكو شاسنو الاغليت هذي لازمو اكثر كونتيتي نتاع بلاستيك، دونك نراها هذاك علاش سميوها اغليت، ولات غاليه عليهم. هذاك علاش في لي سال دو سبور باش تلقى العجلات الصغار معهم العجلات الكبار. دونك فوالا نورمالمون توا خدمنا شويه الظهر ومعاها شويه اليدين من الفوق، وملتقنا ان شاء الله في سيونس جايه.